يقول: الصلاة على أكثر من جنازة في وقت واحد كم عدد القيراط؟ كل جنازة لها قيراط، كم عدد القراريط؟ كل جنازة لو صليت على 8 جنائز فلك 8 قراريط إن شاء الله تعالى، وإن انتظرتها حتى تدفن فلك الضعف. صلى الله يحرمنا وإياكم الأجر وأن يغفر لأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين.